إلى المجهول تسير الأوضاع في السودان سواء الأمنية أو السياسية. أمنياً الشارع يغلي على وقع تظاهرات مطالبة بالحكم المدني وعلى وقع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراعات ومواجهات. سياسياً المشهد يبدو ضبابياً بعد استقالة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وسط غياب أي توافق إلى الآن بين الأفرقاء بشأن الاسم البديل وغياب أي خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة. ماذا ينتظر السودان في الشارع والسياسة؟ كيف يمكن أن تنتهي الأزمات المتراكمة؟ وما الحلول المطروحة؟ للمزيد حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي الفريق فتح الرحمن محي الدين، ومن واشنطن الكاتبة الصحفية فاطمة غزالي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد محي الدين. رغم استقالة عبد الله حمدوك من الحكومة ما زال الشارع يغلي ويطالب بضرورة تسليم الحكم المدني إلى الشارع. إلى أين تمضي برأيك الأمور في السودان؟ طيب، التحية لك والتحية للسادة المشاهدين والتحية لضيفك الكريم. حقيقة استقالة الدكتور عبد الله حمدوك لا أثر لها في الشارع ولا أثر لها في البيئة المحلية على الإطلاق. الدكتور عبد الله حمدوك يعني بعد قرارات 25 أكتوبر كان معول عليه أن يعود كرئيس للوزراء، وظل المكون العسكري ينتظره غرابة الشهر حتى وافق وعاد في 21 نوفمبر. وكان الغرض الرئيسي من عودة الدكتور عبد الله حمدوك لأن الدكتور عبد الله حمدوك لديه قبول عالي جدا محليا وإقليميا ودوليا. ولكن الدكتور عبد الله حمدوك بعد أن عاد واستبشرنا خيرا بعودته استطاع في زمن وجيز جدا تغيير كل وكلاء الوزارات وتغيير كل أمناء العامين للحكومات في الولايات. لكن بعد ذلك تباطأ في تشكيل الحكومة التنفيذية وظل ينتظر حاضنته السياسية التي كانت معه قبل 25 أكتوبر والتي تتمثل في الأساس في ثلاثة الأحزاب اليسارية الصغيرة، ظل ينتظرهم لكي يقنعهم ينضموا إلى القاعدة السياسية الأخرى التي تعيد إجراءات التصحيح المسار الفترة الانتقالية، وفشل في إقناعهم. وظلت كل الكيانات الأخرى تطالب دكتور عبد الله حمدوك بالإسراع في تشكيل الحكومة، وتأخرت 6 أسابيع، وكثير من الذين كانوا يعيدون عودة الدكتور عبد الله حمدوك ندموا على تأييدهم على عودته لأنه تباطأ كثيرا في تشكيل الحكومة وزاد الموقف ضبابية لتأخير تشكيل هذه الحكومة. أم تم تفشيل مهمته؟ هذه هي الاتهامات الموجهة لربما المكون العسكري. أنا أوضح لك. أبدا دكتور عبد الله حمدوك في خطاب استقالته أوضح أن سبب الاستقالة هو فشله في إقناع القوى السياسية على التوحد وعلى التوافق على برنامج سياسي واحد. ظلت مركزية الحرية والتغيير هي التي تفشل دكتور عبد الله حمدوك منذ بداية الفترة الانتقالية. أفشل الدكتور عبد الله حمدوك في حكومته الأولى وأفشلته في الحكومة الثانية، وظلت تصر على إفشاله بعد أن عاد إلى هذا التوافق، وهي التي أفشلته حقيقة وهي التي دفعته إلى الاستقالة لأنه أصبح غير قادر على التعامل مع هذه القوى اليسارية، وهو للأسف لم يتمكن من الفكاك منها، وبالتالي أصبح حبيسا ورهينا لها ولم يتمكن من أن يمضي في تشكيل حكومته، وبالتالي تقدم باستقالته. وأنا أعتقد أنه استقالته تمثل انفراجة في الموقف السياسي، حيث أن الآن بدأت التشاورات مع كثير من الكيانات السياسية المؤيدة للإجراءات التصحيحية لوسائل الثورة، وسيتم إن شاء الله خلال أيام قليلة توافق على شخصية رئيس وزراء. دعني أسأل السيدة فاطمة غزالي هنا في هذه النقطة. دعني أسأل السيدة فاطمة في هذه النقطة ثم أعود إليك. خروج حمدوك من المشهد وأنتم كنتم تطالبون كحراك احتجاجي في الشارع بضرورة استقالته أو إخراجه من المشهد، هل يوصلنا إلى انفراجة كما يتحدث سيد محي الدين أم يعقد المشهد أكثر فأكثر؟ شكرا جزيلا لك لقناة سكاي نيوز. دعنا نثبت أولا شيئا واحدا،
أن ما يحدث في الشارع ليس له علاقة بوجود حمدوك أو عدمه. لا لا، كان يطالب الشارع. اسمحي لي سيدة فاطمة، الشارع كان يقول يجب أن يخرج حمدوك لأنه خان الوثيقة الدستورية، ويعني وضع يده في يد ما يسمى بين قوسين في الانقلاب. يعني وأنا أتحفظ على هذه الكلمة. نعم صحيح، القوى الشعبية والشارع السوداني لديه موقف كبير فيما يعني في الخطوة التي قام بها السيد عبد الله حمدوك، ولكن منذ أن وضع السيد حمدوك يده في يد الانقلابيون هنالك يعني قضى الطرف الشارع السوداني عن حمدوك، فلديه مطالب محددة الشارع السوداني، والشاهد على ذلك استمرار هذه التظاهرات، وهذا دليل على أن ما ذكرته هو صحيح، أن حراك الشارع السوداني لا علاقة له بوجود حمدوك مع الانقلابيين. هو هذا الشارع مطالب بحكومة مدنية، مطالب بإبعاد العسكر أو القيادات الانقلابية في القوات المسلحة من المشهد السياسي، مطالب بعودة الجيش إلى سكناته. طيب، هذه هي مطالب الشارع السوداني، لا علاقة لها بوجود حمدوك أو تشكيل حكومته. هذا يتحدث عن أن القوى الحاضنة القوى السياسية الحاضنة للثورة هي لعاقة حمدوك، هذا حديث أعتقد أنه لا علاقة له بالمشهد السياسي. ليس لم تعق حمدوك لأن موقفها كان واضحا من الانقلاب، هذا الانقلاب وهنالك إجماع كبير جدا من القوى السياسية أو الأغلبية العظمى من القوى السياسية رافضة لهذا الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر. طيب، فذلك الصفوف تباينت، هنالك ساسة وقيادات من الجبهة الثورية وعدد من القوى السياسية التي كانت جزءا من النظام المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى فنون المؤتمر الوطني، يريدون أن يلتفوا حول هذه الحكومة الانقلابية ويشكلون حاضنة سياسية لها. ولكن الآن الشارع لديه مطالب محددة، وهو يدعو للحكومة المدنية الكاملة. ولذلك سيدة فاطمة اسمحي لي على المقاطعة، البرهان يشدد على ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السياسية في السودان للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة المرحلة الانتقالية. دعيني أسأل سيد محي الدين هنا، لأنه تحدث عن بوادر انفراجة، أين تتجلى برأيك يعني إذا ما ربطناها بالحوار الذي يدعو إليه سيد حمدوك؟ الانفراجة تبدو أو بدأت حقيقة منذ الأمس عندما تم تشكيل لجنة ثلاثية لكي تقوم بالتشاور مع كل القوى السياسية المؤيدة إلى الإجراءات التصحيحية، للتشاور والتفاكر والوصول معها إلى شخصية يتوافق عليها كل الذين يعدوا الإجراءات التصحيحية تكون رئيسا للوزراء خلال الفترة الغادمة. هذه انفراجة نأمل أن تؤدي غريبا جدا إلى تشكيل حكومة كفاءات مستغلة تباشر مهامها التنفيذية بكل حرية في المضي قدما بالفترة الانتقالية. انفراجة، ولكن كيف نفسر الشارع؟ يعني وجود الشارع كيف نفسر إذا ما تحدث عن انفراجة؟ كيف نفسر استمرار الحراك الشعبي؟ هذه النقطة اللي أنا أريد أن أوضحها الآن. الحراك الشعبي في الشارع تقوده لجان المقاومة، وللأسف لجان المقاومة حتى الآن هي تشبيك أفقي، ليست لديها قيادة واضحة. تحتاج هذه القوة إلى أن تكون لديها قيادة حتى يتم التفاوض معها. أعتقد أن هنالك مساعي لكي تتشكل قيادة لهذا الشارع حتى يتم التفاوض معه. للأسف حتى الآن هذا الحراك في الشارع يرفع شعار لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة، وهذه شعارات صفرية لن تفضي إلى حل. الحل في التفاوض. رئيس مجلس السيادة يمد يده الآن لكل القوى السياسية لنجلس ونتوافق ونعلي قيمة الوطن ونمضي بالفترة الانتقالية إلى نهايتها والوصول بها إلى الانتخابات. أنا أعتقد أن القوى الآن في الشارع هي قوة شبابية، قوة فاعلة لا يمكن تجاوزها، ولكن لا توجد كيانات واضحة حتى يتم التفاوض معها. طيب، يجب أن يقتنعوا بأن هذه التظاهرات لم توصلهم إلى شيء، ويجب أن يقتنعوا بأن يجب أن يعودوا إلى طاولة التفاوض ويطرحوا رؤيتهم في طاولة التفاوض، وبالتأكيد إذا علت قيمة الوطن سنتوافق. يعني
لا يكون. ما رأيك سيدة فاطمة في هذه النقطة؟ يعني يقول لك ضيفي لا يوجد للجان المقاومة الحراك الاحتجاجي قيادات واضحة من أجل أن تعلي صوتها، هي التي تفاوض الجانب العسكري، لماذا يصر الحراك الشعبي على العدمية؟ فلنذهب إلى المفاوضات مع الحكومة ونفرض شروطنا هناك مع المكون العسكري إن صح التعبير. أولا لجان المقاومة تعرف يعني قياداتها، تدرك ماذا تفعل. أولا هم يرفضون مبدأ التفاوض مع البرهان أو المجلس العسكري الحالي، ربما يتفاوض مع من سيتفاوضون؟ ستكون إذا برزت شخصيات من القيادة، قيادة الجيش، وتولت هذا الملف وتنحى السيد برهان وابتعد هو وحميدتي عن المشهد، سيكون هنالك تفاهم مع القيادات من القوات الشعب المسلح التي ستخرج وتتحاور معه. لا، هذه الثقة مفقودة بين الشارع وبين لجان المقاومة وبين المجلس العسكري الحالي. فمنذ أن يعني فضل اعتصام والقتل المتواصل والعنف المتواصل، فقدنا هذه الثقة بين السيد برهان وبين الشارع وبين هذه القوى السياسية التي ابتعدت تماما عن من الاقتراب من السيد البرهان، لأنها تدرك تماما إذا اقتربت من السيد البرهان ابتعدت من الشارع كثيرا. هذا الشارع لديه مطالب محددة، لا تفاوض مع هذه المجموعة الانقلابية، لا شراكة معها، لا تسوية معها، لأنهم سبق وأن يعني لا يمكن أن تجرب المجرب. يعني سبق وأن هذا هو الشباب الثوار جربوا هذه القيادات الانقلابية ولم يروا من قبلهم سوى العنف الذي تم في فض الاعتصام وفي هذه الثورة خلال منذ الانقلاب حتى الآن. فقدنا أكثر من 58 شهيدا ارتقوا إلى شهداء إلى الله، عدد من الجرحى مئات الجرحى، يعني اعتقالات، هنالك اغتصابات تمت. فكيف يكون هنالك، ليس هنالك أرضية للحوار؟ طيب دعني أسأل سيد محي الدين هنا في هذه النقطة، يجب تغيير القيادة العسكرية كما تقول لك سيدة فاطمة من أجل الحصول على أرضية للتوافق، وبالتالي هل يمكن أن يحصل تغيير داخل القيادة العسكرية من أجل تلافي هذا الصدام؟ أنا لا أعتقد أن هنالك تغيير يمكن أن يحصل للقيادة العسكرية. اولا القياده العسكريه هي قياده ملتفه حول قيادتها ومؤمنه جميعها على هذه الاجراءات التصحيحيه، ولا اعتقد ان هنالك من يفكر في الخروج على هذه القياده. هم حقيقه صحيح كما قالت ضيفتك الكريمه، هم يدعو اما الى انقلاب عسكري وهذا مرفوض تماما، او الى ان تنحاز القوات المسلحه الى الحراك الذي في الشارع، وهذا ايضا مستحيل، لأن الذين يتحركون الآن في الشارع لا يمثلون ثقلا يذكر في الشعب من الشعب السوداني. القوة الكبيرة، القوة الصامتة، والقوة التي تؤيد الآن الإجراءات، والكيانات السياسية التي تؤيد الإجراءات التصحيحية هي الأغلبية، فلا يمكن أن تنحاز القوات المسلحة إلى الأقلية خصما على الأغلبية. أيضا كل حركات الكفاح بناء على أي الآن ماذا تؤيد هذه الإجراءات إلى أنها التصحيحية. أقلية سيد محي الدين، لانه هي اساسا هي لجان المقاومه في الاحياء، وللاسف هي الان مسروقه من قبل الحزب الشيوعي، نضيف اليها حزب البعث والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحاد المعارض، هذه كل القوى التي ترفض التصحيح. لكن بقيه القوى، يعني حزب الامه يؤيد التصحيح بدليل انه تقدم بمبادره اسمها خارطه الطريق للفتره الانتقاليه، الحزب الاتحادي بكل مشتقاته يؤيد هذه الاجراءات التصحيحيه، الحزب الجمهوري يؤيد الاجراءات التصحيحيه، كل الكيانات حزب السياسيه، كل الحركات المسلحه. حزب الامه يصر على ضروره الرجوع للوثيقه الدستوريه، وبالتالي العوده للنقطه الاولى التي تم التوقيع عليها في عام 2019 بين المكون المدني والعسكري. لا ابدا، لا عفوا عزيزي اصحح لك بس الفكره، حزب الامه صحيح كان معارض الإجراءات التي تمت في 25 أكتوبر واسمها انقلاب، لكنه بعد ذلك أتى وتقابل مع السيد رئيس الحزب ومعه
الدكتورة مريم الصادق قابلوا السيد رئيس مجلس السيادة وتقدموا بمبادرة اسمها الطريق إلى الأمام وهذه المبادرة الآن مطروحة للقوى السياسية حتى تتوافق عليها. هذا احتراف مبطن بأنهم يوافقوا على المضي قدما بالفترة الانتقالية. أنا أعتقد أن كل الأحزاب التي لها وجود في الشارع والتي تطمئن على أنها ستحصل على نسبة معقولة في صناديق الاقتراع تؤيد هذه الإجراءات. الذين يرفضون هذه الإجراءات هنا الذين يخافون من صناديق الاقتراع، هم الذين يخافون من الوصول إلى الانتخابات، وهذه الفترة الانتقالية بعد 18 شهر ستنتهي بانتخابات، هم يرفضوا ذلك. وأنا أؤكد لك الآن المساعي لصياغة ميثاق عمل سياسي تتوافق عليه القوى السياسية. طيب هذا الميثاق لو أجمع هذا الميثاق على أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات والانتخابات بعد 4 سنوات، أنا أؤكد لك هذه القوى الصغيرة ستوافق لأنها لا تريد انتخابات وتخاف من صناديق الاقتراع. هذه كل المعضلة سيدة فاطمة. هل هناك خوف يا عزيزي أن هنالك قوة؟ نعم. نعم اسمح لي على المقاطعة سأعود إليك في مسألة الانتخابات. هل هناك خوف من صناديق الاقتراع وبالتالي تريد القوى الاحتجاجية الحكومات المعينة، الشخصيات التي يتم تعيينها لأنها لا تحظى بتمثيلية واسعة داخل الشارع وهي أقلية؟ أولا أريد أن أثبت شيئا واحدا فيما يتعلق بلجان المقاومة. هنالك ظلم، لا يمكن أن تختزل لجان المقاومة في الحزب الشيوعي. هذه لجان المقاومة هي شباب الشعب السوداني، عدد كبير منهم ينتمون لأحزاب السودان المختلفة، عدد منهم غير متحزبين، ولكن لا يمكن أن تجير هذه اللجان المقاومة التي تجوب الطرقات كل يوم لحزب واحد تنسبها إلى حزب الشيوعي حزب البعث. أولا نثبت أن هؤلاء الشباب من كل الأحزاب السياسية، وهذا التجير محاولة لاختزال هذا الحراك في الحزب الشيوعي، وهذا ليس صحيح. ثانيا فيما يتعلق بالانتخابات، هو يتحدث عن أن القوى السياسية ومبادرات، صحيح هنالك عدد من المبادرات من القوى السياسية، إذا كان حزب الأمة، إذا كان مدراء الجامعات السودانية، إذا كان مؤتمر السوداني، هنالك حراك. هذا الحراك لن يبتعد من قوى الحرية والتغيير. حزب الأمة يتحدث وهو يدرك أنه يتشاور مع قوى الحرية والتغيير إلى أن يصلوا إلى توافق، وهنالك ميثاق، يعني قد يكتمل خلال يومين ميثاق سياسي بين القوى السياسية ولجان يجمع القوى السياسية ولجان المقاومة وكل الثوار. فهذا الحديث الذي يتحدث عن أن هنالك من يرتضي أن يكون جزءاً من النظام الانقلابي الذي تم في 25 أكتوبر، هذا الكلام ليس صحيح. كل القوى السياسية تدرك تماماً إذا ما قامت بأي اتفاق أو وقعت أي اتفاق مع البرهان أو المجموعة العسكرية وحمدتي ستفقد القواعد، ستفقد هذا الشارع، وهذا الشارع هو الذي أحدث هذه الثورة، هو الزخم الحقيقي أجبر حمدوك على التنحي بهذه المواقف. طيب لماذا لا نذهب إلى انتخابات سيدة فاطمة ونزيل كل هذا اللبس؟ لأنه السيد البرهان يتحدث على ضرورة مرافقة هذه العملية وبالتالي تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. الشعب السوداني لديه تجارب فيما يتعلق بالانتخابات السريعة بعد كل انتقال ديمقراطي. نحن في السودان في العام 2022 نحتاج إلى ترتيبات في الحكومة الانتقالية تضع لنا أسس للتحول الديمقراطي وعملية السلام والحريات، ومن ثم نتوافق على كثير من القضايا، ومنها إلى نسحب إلى صناديق الاقتراع. لا يمكن نحن في هذه الحالة من الوضع السياسي والاقتصادي المزري نتحدث عن انتخابات. ضعنا لا 18 شهرا، يعني كما تعلمين أن الانتخابات ستجرى في غضون 18 شهرا في عام 2023 في شهر يوليو. لا هو يطمئن الجماهير الغاضبة في الشارع بأننا سنذهب لإكمال ما جاء في الوثيقة الدستورية وإكمال هياكل الحكم الانتقالي، وبالتالي نعين حكومة من ثم نذهب لإكمال هياكل الحكم المدني الانتقالي ثم نذهب إلى انتخابات. ما المانع من ذلك؟ سيدي لو سمحت، لا خلاف عن أن أمر الانتخابات أمر واقع في المشهد السياسي ولا ديمقراطية بدون انتخابات،
ولا ديمقراطية بدون أحزاب سودانية. ولكن الآن نحن نتحدث عن الخروج من هذه الأزمة التي نحن فيها، أزمة الرفض التام لهذا النظام الانقلابي. علينا أولا أن نبدو بالخطوات، لا يمكن أن نقفز فوق الخطوات. دعنا نجلس مع بعضنا، نتوافق على الفترة التي تتم فيها الانتخابات. طيب دعاكم البرهان لذلك، العودة، حتى إذا تحدثنا عن العودة للوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية أصلا تم انتهاكها يعني بالانقلاب ب25، وحتى الآن إذا أراد أن البرهان أن يشكل حكومة على أي مانديت يشكل حكومة على الوثيقة الدستورية التي تم انتهاكها، ويتحدث عن حكومة لتسيير الأمور بأي قانون، أصلا هو انتهك هذه الوثيقة الدستورية بالانقلاب. ما هي المرجعية التي يشكل عليها الحكومة؟ ما هي المرجعية وهذه الحكومة؟ والبحث عن رئيس وزراء لهذه الحكومة الانقلابية أمر عسير، لأن عدد من الناس رفضوا هذا. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه الأزمة التي ستخصم من رصيدهم السياسي. أي من كل من يقترب من هذا النظام ويقترب من السيد البرهان سيفقد سياسيا ولن يجد قبولا، وسيضطر إلى التنحي وتقديم الاستقالة كما اضطر السيد حمدوك. يعني دعنا نكون واقعيين، ننظر لهذا المشهد السياسي. سيدة فاطمة، بينما تتحدثين عن هذه العملية السياسية وهذا الغموض في مستقبل البلاد، يبدو أن هناك عواجل: بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج، الاتحاد الأوروبي يقولون إنهم لن يؤيدوا أي رئيس وزراء في السودان دون مشاركة أطراف جميع أطراف السياسية في السودان. وبالتالي دعني نسأل سيد محي الدين، الضغوط الدولية التي هي الآن واضحة على المكون العسكري، إلى أي حد ستسرع في الوصول إلى رئيس وزراء الآن يتم البحث عنه يكون مقبول من جميع الأطراف؟ هل هذا ممكن برأيك؟ أنا أعتقد هذا ممكن وغريب جدا. اليوم رئيس مجلس السيادة التغى بالغائم بالأعمال الأمريكي واتفق معه على ضرورة الإسراع في اختيار رئيس وزراء ليمضي بالفترة الانتقالية، كذلك التغى برئيس البعثة الأممية الموجود في السودان مستر فولكر أيضا، واتفق معه على ضرورة الإسراع في اختيار رئيس وزراء. أعتقد أن المجتمع الدولي تفهم تماما الموقف الحاصل الآن في السودان، وأنه يساند المكون العسكري ومجلس السيادة في الإجراءات المتخذة حتى تمضي الفترة الانتقالية الأمام. النقطة التي أريد أن أوضحها لضيفتك الكريمة أن لجان المقاومة، أنا لا أقول أن لجان المقاومة تتبع للحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي لا يملك ولا 1% من لجان المقاومة. لجان المقاومة لجان شبابية قوية واعية تمثل معظم مناطق السودان، هذا لا خلاف عليه، وهي قوة لا يمكن تجاوزها، ولكن للأسف هي ترفع شعار لا شراكة ولا مساومة ولا تفاوض، وهذا الشعار رفعه الحزب الشيوعي منذ بداية العام 2021، رفعه الحزب الشيوعي قبل إجراءات التصحيحية للثورة بعدة شهور. الحزب الشيوعي رفع هذا الشعار، والآن للأسف لجان المقاومة ترفع هذا الشعار. لذلك أنا أقول أن لجان المقاومة مسروغة من قبل الحزب الشيوعي دون أن تدري، لكن لا تمثل الحزب الشيوعي. طيب، والحزب الشيوعي ليست له، لو كان الحزب الشيوعي له قاعدة مثل التي تخرج في الشارع لا طالب بالانتخابات الأسبوع القادم، لكنه يعلم تماما أن لا وجود له في الشارع حقيقة ولا قاعدة جماهير له، وكذلك حزب البحث، لذلك لا يرضوا بأن يمضوا إلى الانتخابات. هذه حقيقة يجب أن لا ننكرها. الشيء المهم الذي أريد أن أؤكد عليه أن القوة السياسية التي الآن تؤيد الإجراءات التصحيحية هي قوة كبيرة جدا، وجاري التشاور معها، وأنا أعتقد غريب جدا ستتوافق على اختيار رئيس وزراء، خاصة أن المطلوب رئيس وزراء مستقل. والآن هنالك مبادرة مدرات جامعات فيها عدد مقدر من الكفاءات الوطنية المستقلة، فقط من إدارات الجامعات هذه يمكن أن نشكل عدة حكومات وليس حكومة واحدة. طيب، يعني سيدة هذا أمر فاطمة، السودان ليس بالعسير. دعني أسأل سيدة فاطمة في هذه النقطة. نعم. يعني إيجاد رئيس وزراء يحظى بثقة جميع الأطراف السياسية، إلى أي حد يمكن أن يكون حجر الزاوية في معالجة الأزمة الحالية في السودان، خصوصا مع الضغوط الدولية الآن؟
أولا يعني رحلة البحث عن رئيس وزراء للسودان في هذا الوقت كما ذكرت أمر عسير، ومن يرتضي أن يكون رئيسا لوزراء هذه الحكومة إما أنه يعني وجدانيا قريب من العسكر أو يعني يقبل بسياساتهم أو إذا كان من يقنع المعارضة. لهم. طيب سيدة ولكن فاطمة، إذا كان من المعارضة من الشارع أساساً الذي يخرج الآن، إذا كان شخص أنا من أتحدث إليك المعارضين، أن أتحدث إليك وعلى ثقة أن هذه القوى الشعبية وهذا الحراك الثوري الكبير لا رغبة له في الدخول في حوار أو بقبول شخصية تأتي رئيس، لا يهمهم من يأتي لهذا المنصب، المهم أن يحدث تصحيح للوضع القائم، الوضع الانقلابي، هذا هو المهم، لا يهم الشارع السوداني من يأتي من رئيس الوزراء. وهؤلاء الشباب حينما خرجوا إلى الشوارع شاهرين هتافهم لم يطالبوا بتشكيل الحكومة الحالية والحكومة تسيير الأعمال، هم لديهم مطالب محددة، يريدون حكومة مدنية، إبعاد العسكر من المشهد السياسي والعودة نعم. إلى سكناتهم لحماية هذا الوطن. ودعني أصحح معلومة فيما يتعلق بموقف الشباب من اللاءات الثلاثة، هؤلاء الثوار قبل أن تتشكل الحكومة الانتقالية منذ أن كانوا في ميدان الاحتصام لا يريدون لهذه التسوية، لا يريدون الشراكة مع العسكر، ولكن الساسة ظنوا أن مجموعة العسكر ستكون حامية لهذه الثورة وذهبوا معهم في هذه الشراكة قبل أن يرفع الحزب الشيوعي هذه الشعارات. هؤلاء الشباب كانوا رافضين هذه طيب. الشراكة، والشاهد على ذلك وجودهم في ميدان الاعتصام الذي تم فضمه. شكرا جزيلا لك سيدة فاطمة غزالي الكاتبة الصحفية، كنت معنا من واشنطن. وأشكر فتح الرحمن محيي الدين الخبير العسكري والاستراتيجي من الخرطوم، شكرا لك.